يا اهلا وسهلا فيكي. اسمك لو سمحتي ومنين حضرتك؟ نور الغزل، مغربية. قالوا لي انه في مسابقة مع الفنانة نبيلة عبيد، وجيت ان شاء الله نقدم اصير نجمة العرب. ما اكتفيتش بالموهبة، رحت لغاية مصر، درست علوم مسرح في مصر، أخذت كورسات عند أهم أساتذة تمثيل في مصر، وممكن أكون بعدين أنا آيدل بالنسبة للناس. أنت جاية عشان تنافسيني بقى يا نور؟ لا لا لا، ما أقدرش، مستحيل. أنت الآيدل بتاعتنا كلنا. طيب تفضلي ورينا هتعملي إيه. هعمل لكم مشهد من مسلسل اغتيال مدرسة. لا هو كان فيلم. فيلم، سوري معلش، من فيلم اغتيال مدرسة. فضل. وهي قاعدة قدام الوكيل. اتفضل. يعني ايه؟ يعني انا انتهيت؟ يعني انا بقيت في نظر الناس والمجتمع مستهترة؟ لا لا لا، مش قادرة اصدق، مش قادرة اصدق. ازاي البريء يبقى متهم، المتهم يبقى بريء، وأولادي مستقبلهم؟ ازاي هقدر أواجه المجتمع بعد كده؟ ازاي هقدر أرد اعتبار لنفسي يا سيادة الوكيل؟ انت أحسنت، برافو عليك. ميرسي، شكرا. خلاص، شكرا، يسلموا إيديكي. يعني كان ستريس، لازم اللجنة ليها رهبتها، مهما تكوني جاهزة لازم يكون في ستريس. ما يعني ما بحس انه قدمت مثل ما انا بقدم، يعني حسيت انه في توتر، في ستريس.